لن أهلا وصباحكم نور وسرور، ويا هلا والله وسهلا. ساندويتش بيض بالزعتر بالخبز العربي، يلا مع بعض نبدأ. الخطوة الأولى راح نخفي البيض، طبعا العدد اللي أنتم تبونه يمكن واحدة ويمكن 10 على حسب الساندويتش اللي بتسوون. البيض والزعتر، رشة ملح خفيفة لأن الزعتر فيه ملوحة، ونخفقهم مع بعض مرة كويس. قبل ما نكمل الخفق راح أضيف كمية حلوة من زيت الزيتون وأخفقهم لحد البيض ما ينخفق ويدخل بالزعتر. شايفين راح أضيف كمية جدا بسيطة من زيت الزيتون لأن البيض مخفوق أصلا بالزيت. ونصب البيض نتركها لحد ما يستوي تماما على نار متوسطة، ونترك لحد ما يستوي تماما، يعني تحسين ان الطبقة اللي تحت استوت تماما، وبعدين نقلبها. يلا نشوف الشطارة، جلسة اصور بيد واقلبها بيد كفو. لان دائرة البيض كبيرة حطيت ملعقة كبيرة جبنة سائلة، ممكن تحطون شرايح بس انا حبيت الجبنة السائلة، وراح اوزعها تتوزع بسرعة مع الحرارة. اخر خطوة، فتحت الخبز العربي، فتحته إلى قسمتين، وبعدين الجهة هذه اللي هي البيضة هي اللي أحطها، بشيل الزوايد هذه وأحط، لأن على قولتهم الخبز حقتي أو الرغيف حقي صغير، بشيل الزوايد هذه أحطها بساندوتش ثاني. شايفين شلون شلت الزوايد حقت البيض ونحطها بساندوتش ثاني؟ راح أقلبها لحد بس ما تتحمر الخبزة من تحت شوي. عندي ساندوتش جاهز بإمكانكم تاكلونه كذا خلاص، لكن أنا مرابن يختموا بأحسن منه. راح أضيف له شرايح الخس، عندي هنا الجرجير يسمونها هم الركة صح، وعندنا شوية بقدونس بقدونسات، وعندنا ورق النعناع، حتى احنا عندنا الضيعة بعد، والخيار، وشرايح الطماطم، وآخر شيء تخيلوا من ياريت بتحط بصل أخضر، تخيلين، ونلفها بهالشكل رول، على شكل رول.